السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المحور في كل مكان، وحلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيمة. تحياتي لحضراتكم جميعا مع حبي واحترامي وتقديري طبعا. في البداية كل أصدقائنا وحبايبنا اللي سألوني على فقرة أورا، هي هتبقى إن شاء الله النهاردة منورانا في الفقرة الثانية معايا بإذن الله. وكل أسئلة حضراتكم اللي وصلتنا مع كل الجديد اللي جاي من أورا بعد الغيبة بتاعتها علشان تقدم لنا الحاجات الجديدة اللي نزلت مع افتتاح الفرع الجديد الخاص بيهم في المعادي، كل ده هنعرفه من خلال ضيفتنا اللي هتنورني النهاردة أمنية طاهر. فإن شاء الله هتلتقي بينا بس في الفقرة الثانية، لكن اسمحوا لي في البداية طبعا أذكر كل مشاهدينا وأصدقائنا وحبايبنا مواعيد برنامجنا. إحنا يوميا من الساعة 1 للساعة 2، الإعادة الساعة 6، ما عدا يوم الجمعة بتكون حلقة مجمعة منوعة بناء على طلب حضراتكم طبعا. كل اصدقائنا وحبايبنا اللي مواعيد شغلهم ما بتناسبش ميعاد البرنامج طبعا احنا افتقدناكم جدا، لكن والله يعني بنفكر فيكم طول الوقت وعاملين حسابكم، اي حاجه حضراتكم تطلبوها على عينينا وراسنا والله بنحب يعني عملنا اليوم ده خصيصا لحضراتكم. كمان بنذكركم بصفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمه بالعربي، من خلال الصفحه بتاعتنا بنعرض كل حاجه بنعملها من خلال الحلقه، ما تقلقوش هتلاقوا كل وصفه على حده، كمان بننزل لينك الحلقه كامل وده برده بناء على طلب حضراتكم عشان تقدروا ترجعوا لاي فقره خاصه بالشعر والجمال بأورا بخبيرة علاجات الشعر صفاء غنيم بأيا كان يعني مين ضيوفنا اللي يكونوا منوريننا في الفقرة. كمان مداخلات حضراتكم والتهنئات اللي بنقدمها من خلال البرنامج تقدروا ترجعوا لها في أي وقت. طيب احنا النهاردة هنعمل ايه؟ احنا النهاردة قلنا هنعمل كوكيز، نوع من أنواع الكوكيز كده لطيف شوكولاتة. الميزة في الكوكيز ده ان احنا نقدر نحتفظ بيه لمدة شهر في التلاجة. احنا هنشكله كور وهنحطه على صاج او على صينية متغلف بالبلاستيك ونحطه في التلاجة لمدة شهر يقعد معنا. انا هاخد منه وهحط على الكام قطع اللي انا محتاجاها اسويهم شوية بشوية، وقت ما احتاج اخد اسوي في الفرن واطلعه الولاد ياكلوه فريش عشان ما يبقاش بايت وما يقعدش في علبة وقت طويل ووقت اطول يعني، ويبقى ليه الطعم التيست بتاعه الفريش اللي دايما بناكله. فدي ميزة حلوة جدا للكوكيز ده. طيب هنعمل السحلب بس بالشوكولاتة. اللي عاملين دايت ما لهمش دعوه بالموضوع ده خلاص، لكن ممكن في وقت الفري لو حابين ناخد بس كوبايه صغيره كده ما نكبرش عشان برضه هو في نسبه نشا ونسبه سكر ونسبه يعني حاجات كتير قوي كلها مع بعض. بس انا هستخدم فيه الحقيقه الكاكاو الخام، السوداني طبعا بيتخن فهناخد منه برضه شويه جارنش كده، في سمسم، في كميه حاجات طبعا بتتحط اكيد يعني ضد الدايت. فهنعمل السحلب بالشوكولاته، واذا في وقت ان شاء الله هنعمل معانا كيكه اليوستافندي او كيكه اليوسفي، برضه هي قريبه من كيكه البرتقال، ينفع يتعمل ويتعصر؟ ينفع يتعمل ويتعصر، وهنعمل منه ان شاء الله كمان مربى اليوسفي. خلينا الاول افكر حضراتكم اذكركم ان معانا جروهي، منتجات جروهي كلها ان شاء الله الجديد هتلاقوه معانا. اي اسئله خاصه بحضراتكم ابعتوا لنا، فكركم بعناوين جروهي كلها بالفروع الاقرب لحضراتكم تقدروا تتواصلوا من خلالها، ارقام تليفوناتهم كمان الهوت لاينز والصيانه حتى الاتصالات من خلال فروعهم ازاي. تعقيباتكم تهمني جدا، كومنتس بتاعتكم توصلني انا يعني احب اعرفها. منتج مصري 100% ليه ضمان سنه وثلاث سنين على كل منتجاته. ان شاء الله يعني تعجبكم المنتجات. احنا اتفقنا ان احنا لو حضراتكم اختاروا اللي انتم عاوزينه قولوا لي احنا مستقرين على ده، وانا هقول لكم ده عملي، قولوا لي انتم محتاجين ايه، ده هيديكوا الغرض او لا. كل اجاباتنا صدقوني بي يعني هم كمان عندهم نوع من انواع الشفافيه حتى في ردودهم على الناس. مش فكره هو عايز يبيع، الفكره كلها انه يقول لو حضرتك عايزه استخدام اكبر وحاجه اتقل وحاجه لا يبقى مش عندي، هتجيبي كذا لكن ده عندي كذا. هم بصراحه عندهم جزء ده من الامانه، وانا يعني الحقيقه سعيده بيه جدا فبشكرهم عليه وبحييهم، واتمنى يكون المنتج عند حسن ظن حضراتكم. اسمحوا لي في البدايه قبل ما ابدا ونطلع فاصل صغير وهنرجع بعد الفاصل نكمل او نبدا في اول وصفاتنا، مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل. دلوقتي هنبدا في اول وصفاتنا هي كوكيز بالشوكولاته. خلينا نقول مقاديرها مع بعض. عندنا بسم الله الرحمن الرحيم نص كوباية من السكر البني. بصوا بقى في السكر حتى اللي بيجي من التموين او الناس اللي بتتعامل مع التموين وبتاخده، في انواع سكر ساعات بيبقى السكر ابيض قوي على حسب تكرير الانواع. السكر ده يعني صحي على فكره، السكر البني غالي جدا بره، فلو توفر عندكم انكم جبتوا من ضمن الانواع مش الابيض جه البني كويس وخير وبركه على فكره كويس جدا. فعندنا نص كوباية من السكر البني وعندنا نص كوباية سكر ابيض. طب لو ما فيش سكر بني ممكن احط عسل اسود خلاص، بس مش هحط كميه كبيره، هحط حوالي ربع كوبايه من العسل الاسود يبقى محل السكر البني. طيب عندي نص كوبايه من الزبده المذابه او الزبده الطريه او ايا كان،
عندي كوبايه وربع من الدقيق، وعندي نص معلقه كبيره من البيكنج باودر، رشه ملح وتشوكليت شيبس. هحط كميه كويسه، يعني ممكن احط كوبايه او نص كوبايه او كوبايه الا ربع، كده كده بشتريها من عند العطار وهي متوفره جدا. نقول تاني، عندي كوبايه من نص كوبايه من السكر، لا هي كوبايه يا اولاد، مين اللي كاتب انصاص؟ ها؟ مش هي كوب كوب كوب؟ لا ولا يهمك، خلاص ماشي معلش، هي كوبايه سكر بني، كوبايه سكر ابيض، كوبايه زبده مذابه، كوب 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 من كل حاجه، كوبايه كوبايه كوبايه، كوبايه دقيق، كوبايه سكر بني، كوبايه سكر ابيض، كوبايه زبده، معلقه كبيره من البيكنج باودر، رشه ملح، شوكليت شيبس، كوبايه برضو. يبقى كل العدد عندنا كوبايات. احنا كده ايه، الوصفه سهله جدا. ان شاء الله يا رب تعجب حضراتكم وهتبقى حلوه للولاد. فكره ان انا حتى مش هعمل كميه كلها، وعندي فكره ان انا اقدر استخدمها كل فتره، مفيش مشاكل خالص. طيب عايزه اجهز العجان هنا، احط فيه بقى على طول، ممكن يساعدني اكتر ان الزبده مش مضروبه، فخليني ايه احطه. انا هنا بشتغل في صوص الكيك، فانا حطاه في جنب كده، خليني هدي نار شويه. كيك اليوسفي برضو من الكيكس العبقريه جدا، وبيتعمل منه مربى حلو قوي، ان شاء الله نعملها مع بعض تعجب حضراتكم. خليني الاول نبدا كده في المقادير. انا هاخد اول حاجه نوعين السكر، خليني اعاير برضو احتياطي علشان ايه نبقى في الامان. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كده كوب سكر ابيض اهو، وعندي كوبايه من السكر البني. بصوا السكر البني اهو، السكر البني بيتباع، احنا في الاسواق عايزين تجيبوه، في نوع تاني بيبقى مرمل شويه بس ده يغني عنه، يعني مش شرط ان انا تاني اغلى، مفيش داعي. اتفقنا لو مفيش سكر بني هنحط ايه، ربع كوبايه من العسل الاسود. خلاص. طيب معانا ام اسلام، يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عظيم، ازيك؟ عامله ايه يا حبيبه قلبي، ازاي صحتك؟ تاني والله الحمد لله يا حبيبتي، وحشاني يا عظيم. اسعدنا سماع صوتك يا روحي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، ربنا يخليكي لينا يا رب، ودايما تبقي منوره كده. الله يخليكي حبيبتي، يجعلها سنه سعيده عليكي كلها افراح ما فيهاش احزان ابدا. يا رب علينا وعليكي وعلى أمة محمد كلها. امين يا رب العالمين يا حبيبه قلبي. خليكي دايما منوره، وحشتينا يا ام اسلام، وحشتينا جدا كمان والله، وتسلم ايدك على كل وصفاتك. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي. قولي لي بس، سلطه الرنجه؟ سلطه الرنجه من عينيا. اه، وعايزه بس اقدم عزائي لشمس لوفاه مامتها، والله البقاء لله. حبيبه قلبي ونعمه بالله، ربنا يخليكي كلك ذوق. كلنا اخوات في الله يا حبيبتي، طبعا ربنا يخليكي لينا، كنت سبب بجد في معرفه ناس حلوه كتير. حبيبه قلبي ربنا يخليكي حبيبه قلبي، ودايما يا رب كده تبقي منوره. الله يخليكي، ومن تقدم لتقدم دايما يا عزيمه. تسلمي لي يا روح قلبي، تسلمي لي، وعينيا ليكي يا ام اسلام، والله تأمري بي عيوني. تسلمي لي. انا هحط البيكنج باودر، خليني برضو ايه معلش احط نقطه ميه تذوب الزبده، نقطه انا حطها جامده سنه عشان ما يطفش معايا السكر جامد. ايوه هو في الحوضه بس. تمام خلاص امان. نجيب بس القوام الكريمي ده الحلو. حطيت البيكنج باودر، وبرده هعاير الدقيق. يبقى كوبايه زبده، كوبايه سكر بني، كوبايه سكر ابيض، حطيت البيكنج باودر نص معلقه كبيره، وهحط دلوقتي كوبايه من الدقيق. لو انا عايزه اضعف الكميه اقدر اضعفها، هتعمل معايا ما شاء الله كميه كبيره. لو عندي مناسبه او عندي عايزه اعملها في راس السنه واحطه في سوليفان واعمله بريبون وشرايط حلوه ويتوزع، او الولاد ياخدوا منها كل اتنين لاصحابهم، ولا هي افكار لطيفه جدا وبتفرق يعني مع الولاد جدا. طيب بدات الزبده تمام تدوب، خليني بقى اعاير كده مع بعض الدقيق مقدار الكوب عليه 2.5 دقيق. طيب اوكي، هو اصلا الكميه كلها 5 كوب دقيق، ودي نص الكميه، يبقى 2.5 كوب دقيق. يبقى صح كده. طب انتوا راجعتوا ظبطتوا الغلطه دي مع جوه؟ يعني رجعتوا عليه عشان بس لما تنزل المقادير الناس ما ايوه، عشان بس الناس حبايبنا نعم. اعيدها تاني المقادير بعد اذنكم. يبقى 2.5. معلش اي، مفيش مشكله طالما حاجه خارجه عن ارادتكم، مفيش مشكله حبيبتي. هبدا بقى
حاضر. معانا مدام سيهاني، اهلا وسهلا حبيبتي مدام سيهان. السلام عليكم. طب شكرا مدام سيهان، حاولي تكلمينا مره تانيه حبيبتي. هاخد كده كوب من الشوكليت شيبس اجهزه. كوب كامل من الشوكليت شيبس. مهم برضه يا جماعه اكيد يعني. خلينا بس ايه نفتح كده واخد بالسباتشولا دي انزل في الجوانب بسم الله عشان يبقى كله امان، عشان الزبده بس ايه المهم تبقى بحراره الغرفه. معلش انا عندي مجمده هنا الاستوديو اصلا تلج عايزه اقول لكم يعني، ف بيسقع الحاجه بسرعه جدا. تمام امان. اضيف بقى للشوكليت شيبس اهي، تاخد لفه كده مع المقادير الكوبايه. امان المقادير نزلت. تمام امان، تسلم ايديكوا وعينيكوا، شكرا ليكوا جدا. معلش كان في مشكله بس في الكتابه والحمد لله هم ظبطوها دلوقتي وزي الفل. هنرجع تاني للمقادير، هنقول احنا عندنا كوبايه من السكر البني، كوبايه من السكر الابيض، وعندنا كوبايه من الزبده المذابه، وكوبايتين ونص من الدقيق. اوكي. عندنا معلقه، نص معلقه من البيكنج باودر، ورشه ملح، والشوكليت شيبس. الشوكليت شيبس كوبايه كامله، واحنا قلنا 2.5 دقيق. خلاص خليني بس اقلب كده. بصوا الخليط اهو اهي، هجيب بقى الصاج كده جنبي وهبدا اشكلها بايه بقى عشان تطلع قد بعض. برضو ريحوا نفسكم. بصوا لو عايزين تعملوا الكب كيكس تطلع كلها قد بعض في القالب استخدموها بالمعلقه، ده ما تدهنش. بالمعلقه بتاعه الايس كريم علشان تطلع مظبوطه كلها قد بعض. معانا مدام سيهام حبيبتنا رجعت مره تانية، اهلا وسهلا. مساء القدي عظيمه. مساء الفل عليكي مدام سيهام. ازيك يا حبيبه قلبي، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بالصحه والسلامه. كل سنه واسرتك طيبه يا عظيمه. يا حبيبتي وحضرتك بالف صحه. والشعب المصري كله طيب. امين يا رب العالمين. ربنا يجعلها سنه سعيده على الجميع يا رب. امين يا رب العالمين يا فندم، تسلمي. بقول لك ايه يا عظيمه؟ اموري. انا قلت لك قولي هتعملي لي التونه بالسمك المكريل، ما عملتهاش. احنا عملنا وعرضناها الجمعه اللي فاتت، ازاي؟ حضرتك ما شفتيهاش؟ طب اوعدك اعرضها لك الجمعه دي خاطر عشان خاطر حضرتك والله. طيب ماشي، وعايزه ابعت سلامي بقى. اتفضلي يا روح قلبي، اتفضلي. ابعت لمدام احلام اقول لها كل سنه وانت طيبه يا مدام احلام. يا حبيبتي. ومدام منى بنت اختها. ايوه. واولادها واحفادها. ايوه. وام اسلام وام رامي ومريم. ايوه. وبطه عين شمس، بطه مدينه نصر. أيوة. مدام فاطمه. ايوه. ومدام عزه هنا. ايوه. ورورو. أيوة. ومايكل وماجده. ورورو ومايكل حاضر، وام مايكل وماجده حاضر. تسلم ايديكي والله ونورتينا. دي كده بس اديها الشيب الحلو كده عشان لما تنزل ما تبقاش مشققه. تسلمي يا مدام سيام نورتيني يا حبيبه قلبي. طيب كده خليني احطها في الدقيق رشه عشان ايه تسهل عليا نزول الكوكيز. حاضر هفتكره ما تقلقوش ان شاء الله يعني. اوكي وناخد بقى كده كل ما تلزق معايا ادخلها بس كده المعلقه بتاعت الايس كريم في رشه دقيق عشان تسهل عليا الخروج، ساعات الزبده كده بتلزق فتبقى مظبوطه. كده يبقوا كلهم تقريبا قد بعض. دي الصغنونه، حضراتكم في واحده اكبر بس انا شايفه ان الصغيره دي لطيفه. معانا مدونا، اهلا وسهلا. اهلا بيكي، ازي حضرتك؟ الاسم الحلو ده ربنا يسعدك يا رب. حبيبتي ربنا يسعدك يا رب. عامله ايه؟ الحمد لله تمام. طبعا احنا مالناش في اللي انت بتعمليه خالص ده. لا معلش انا اسفه بس والله امبارح عملت حاجات مخصوص كلها عشان خاطركم. ربنا يخليك يا رب. كل سنه وانتم طيبين حبيبتي، وجعلها سنه سعيده وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب.
ربنا يخليك. انا عايزه بس اطلب منك صينيه السمك السردين، وتفكري بقى في الاسماك كده في نقص السنه. من عيوني اسماك راس السنه يا روح قلبي، من عيوني يا حبيبي. طب ليكي حاجه مطلوبه؟ والله ما دلنا قولنا واحنا نعملها لك مخصوص. والله ربنا يخليك يا رب. تسلم يا حبيبه قلبي، شرفتيني ونورتيني. تسلمي، ميرسي ليكي مادونا جدا، اسمها جميل. طيب قوي قوي. لا احنا ممكن اسمع حضراتكم، انا بخلص اهو الكوكيز كلها واسيب مسافات بينهم زي ما حضراتكم شايفين، عشان هي بتفرش شويه بتكبر يعني مش تفضل على حجمها. هستسمع حضراتكم، نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نكمل الوصفه الثانيه بتاعتنا، بعد ما مش هدخل الكوكيز زي ما حضراتكم دي. ففاصل ومستنيه حضراتكم ان شاء الله. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. انا خلصت كل اهي الوحدات بتاعه الكوكيز، عملناها. ايه الفكره بقى كلها؟ ايه ده؟ انا هخبزه، لكن انا ممكن لو في البيت اخلص الكميه كلها وهحطها في صينيه وهغلفها بالبلاستيك واحطها في الثلاجه، والله تقعد لحد شهر مش هتجرى لها اي حاجه، تاخدوا منها الاحجام او الوقت على قد عدد الافراد او عدد البسكوتات اللي عاوزينها وتتخبز في ساعتها. دي ميزه للكوكيز ده، فانا حبيت ان انا اقدمها لحضراتكم. انا ادخله الفرن على حراره 170، ممكن 180 لو الفرن مش حامي قوي، عشان بس هي بتفرش شويه يبقى في مسافات بينهم. معلش خليني اطلع بقى الكيك، عشان عامله هنا الكيك بتاعنا الحلو ده اللي باليوسفي، خليه باقي له شويه. فانا هحطها حتى تحت هنا. بسم الله الرحمن الرحيم كده، بس اظبطها عشان تفرش شويه في مكان مظبوط كده. اوكي، وهقفل بقى عليها. الروائح رائعه. نقدر نحط بقى رشه فانيليا مع الزبده وهي بتتضرب مع السكر قبل الكوكيز، بتدي ريحه وطعم حلو قوي للكوكيز. مش مهم تكون فانيليا يعني خام او فانيليا سايله، ممكن تبقى الفانيليا الباودر. طيب دلوقتي انا هبدا في السحلب، انا هحطه كده جنب حضراتكم بس نقول فكرته في السحلب الشوكولاته لطيف جدا، من الوصفات الحلوه يعني الجديده الجميله. خليني ننزل المقادير وانا هبدا اظبط هنا وهقول المقادير معاكم. حاضر، عشان كل حبايبنا بقى اللي حابين يشربوا سحلب. طيب عندي ايه بقى؟ احنا عملنا الاسبوع ده بودره السحلب وجمعناها مع بعض وقلنا هي من ايه، وبرضه هننزلها وهننزل لمادونا الطاجن السردين. عندي عباره عن بودره السحلب طبعا اللي موجوده عندي الساده، عندي كمان لبن وكاكاو. اللبن ممكن مثلا يبقى نص لتر ولا حاجه، عندي كاكاو حوالي معلقتين على حسب درجه، لو الكاكاو خام هاخد معلقتين بس، لو الكاكاو بنسبته فيها نسبه سكر زي بتاع الاطفال يبقى نحط حوالي 3 معالق منه، انا افضل الكاكاو الخام. رشه قرفه، مكسرات حسب الرغبه يعني سوداني وجوز هند، عندي سمسم كمان ده بيبقى انكلود جوه يعني مع السوداني وجوز الهند، دول 3 حاجات اساسيين جوه السحلب. بس احنا عاده ما بنحطش المكسرات جواه، ساعات السحلب كده كبودره بنحافظ عليه لوحده كطعم، وبنحافظ على المكسرات لوحدها في برطمان تاني علشان ساعات بتزنخ، فلو لا قدر الله حتى هي ادمت ما تبوظليش كل الخليط بتاع السحلب بتاعي. طيب انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاخد كده معلقتين كبار من الشوكولاته، كل ده على البارد، انا مش هعمل حاجه خالص غير كله على البارد. اولا هاخد من بودره السحلب دي الاول الساده، دول مثلا لتر، هاخد عليهم 3 معالق كده او 4، وهاخد من مسحوق الشوكولاته ده كاكاو خام، واتفقنا ان نوع الكاكاو الخام لما بيكون حلو بيبقى طعمه كمان حلو، دي طعم الشوكولاته حلو. خليني بقى ايه، وعندي رشه قرفه خفيفه جدا للي بيحب، مش عايز يحط جوه الخليط ما تحطوش، خليها على الوش، مش عايز ما تضيفوش خالص. خلاص هضيف بقى هنا الجوز الهند، وهضيف رشه من السمسم، وهخلي السوداني هو اللي اخر حاجه فوق جارنش بيه على الوش. لو عندي مكسرات تانيه انا ما عنديش مشكله، حضراتكم ضيفوا اللي يريحكم. طيب هاخد واسك كده وابدا ادوب على الهادي كده. ممكن اعمل بودره السحلب دي مش لازم في لبن، ممكن اعملها بميه واحط معاها الكاكاو واستخدم بودره السحلب عادي جدا، بس يكون مش جواه اللبن البودره في تكوينه، لو احنا شارينه من بره هيبقى بودره سحلب بس، يبقى فيه نشا ودقيق رز بس، عشان اخواتنا لو حابين يدوقوا برضو حاجه مش ما فيهاش لبن وما فيهاش يعني اي حاجه من الحاجات اللي هم مش حابين ياخدوها او ياكلوها ينفع ياكلوها. بصوا بقى اهو، طيب الدرجه كده فاتحه، خليني اغمق واحده شويه عشان لما بيبقى شوكولاته كده عاليه، اولا الكاكاو كمان الخام هيلثي يعني مش من الحاجات غير التاني اللي فيه نسبه سكر بيديكوا لونه درجه اكتر،
هجيبه من عند العطار نوع اسباني، هبدا بقى اخده على النار هنا كده وهدوب فيه على الهادي. الصوص خلاص هدوب بقى كده، وهقول لكم هجرنش الكوبايات برده بشكل لطيف جدا اهو كده، كله على النار زي ما بعمل مهلبيه زي اي خليط، كله على البارد ادوبه كويس، وبعدين ابدا على النار لحد ما يديني القوام اللي انا عاوزاه. هنشوف بقى الكوبايات هجرنشها ازاي. دخلها يا محمد، ادي كده ايه، قلب بس ده كويس يدوب، اتاكد ان مفيش ولا حاجه تتكتل كده هنا. ايوه، وهبدا باخد، انا عندي مثلا سوداني مجروش ناعم عشان اجرنش بيه مثلا الكبس، فانا ممكن اخد مثلا كوبايات كده، وعندي طبق مثلا بوله زي دي حلوه كده ينفع احط فيها صوص مثلا من الشوكولاته. ده بقى لو احنا عندنا ضيوف يعني وعايزين نعمل شويه حركات كده، فانا هحط كده شويه من الصوص كده على خفيف، انا مش محتاجه كتير، وهاخد كده الكب هعمل الحرف بتاعها او فناجين شيك اللي يعجب بقى حضراتكم كده. معانا مدام سميره، يا اهلا وسهلا حبيبتي مدام سميره، ازاي حضرتك عامله ايه؟ لا يا حبيبتي كل سنه وانتي طيبه، وحضرتك بالف صحه وسلامه يا رب. الله يخليك يا حبيبي، ومشي خالص على كل حاجه بتعملها لنا يا حبيبه قلبي. على ايه يا فندم، والله ده يعني اقل حاجه، وحضرتك فوق راسي والله. الله يخليك يا حبيبتي، وانا كنت هطلب السحلب بس بدون طبعا لبن بس. انا والله فكرت فيك ودايما انتوا في بالي مدام سميره والله. مالي فاكرانا يا حبيبتي، ومشي خالص يا حبيبتي. تسلم يا فندم، على ايه نفسي على ايه مدام مدام سميره، انت حاجه واموري. الله يخليك يا حبيبتي، تقلينا بقى في حكايه السمك والحاجات دي بقى. من عيني، حاضر وعد والله من عيوني، انا مهتمه بالموضوع ده جدا. الله يخليك. الاسبوع اللي جاي نعمل لحضراتكم الاكلات الخاصه بالاسماك من عيوني الاثنين. خلاص ماشي، وانا مستنيه يا حبيبي. خلاص يا حبيبه قلبي، نورتيني وشرفتيني. حاضر كده هعمل كده حاجات كده يعني ايه على الحرف بس، بما ان هو بقى يعني عاملينه بالشوكولاته فانا هحط شوكولاته. خلاص، لو عاملينه سحلب ابيض ممكن قوي استخدم فيه الشوكولاته البيضاء، مش هتقول لا يعني. اوكي هعمل كده اهو، وهيبقى كده والله لطيف جدا، حتى لو وقع منه شويه جوه عادي جدا شغال. بس ازود شويه صوص هنا عشان الطبق، ونعمل فيه بشكله حلو قوي، حتى لو في الفناجين الصغنونه والله بيبقى يعني شكلا للضيوف حاجه جميله، ويبقى طعم الشوكولاته حلو. جربوه ان شاء الله يعجب حضراتكم، وزي ما اتفقنا ممكن نعمله بميه. طيب ننزل مقادير صينيه السمك السردين عشان خاطر مادونا حبيبتنا اللي اتصلت معانا. بقى كيلو من السردين يا مادونا، وتوم مفروم، معلقتين كبار من الخل، ملح وفلفل وكمون وشطه وجنزبيل، عصير الليمون طبعا، شرايح ليمون، فلفل اخضر حامي، فلفل الوان، وطماطم وبقدونس او ممكن كزبره خضراء كمان، وكزبره ناشفه، وبصل مبشور، وزيت زيتون. بصي كل الحاجات دي هنخلطهم مع بعض، ونبدا ناخد السردين ندخله في وسط الصينيه ونحط جواه من الخلطه اللطيفه دي، ونعمل الباقي بقى يعني ايه، نرصه وعليه رشه زيت الزيتون من فوق. عايزه تحطي شرايح ليمون، شرايح طماطم، وابداي بقى غلفيه بفويل ودخليه الفرن، هيطلع رائع. قبل بقى السوا بحاجه بسيطه، طلعيه من الفوق يعني شيلي الفويل من عليه، وابداي بقى سيبيه ياخد اللون الحلو ده، وكليه بالف صحه وهنا على قلبك حبيبتي. طيب احنا كده اشيل دول، نبص بقى على القوام بتاعنا بتاع السحلب، وبعدين ننزل بمقادير الكيك. انا عايزه اقفلها بسرعه عشان برضو نبقى طلعنا بيها كيك اليوسفي لطيف. ان شاء الله نعمل برضو الحلويات حلوه كده لطيفه للولاد، زي الملبن والحاجات الحلوه دي اللي بيحبوها من اليوسفي، ونعملها من الرمان عشان الحاجات اللي مش بياكلوها في العادي ياكلوها في السويتس والحلويات. طيب عندنا كيك اليوسفي، المقادير بتاعته عباره عن كوبايه من عصير اليوسفي، نص كوبايه من السكر، اربع بيضات، كوبايتين ونص دقيق، باكيت بيكنج باودر، فانيليا، بشر يوسفي،
تلتين كوباية من الزبدة بس مذابة، 10 فصوص من اليوسفي، يعني أنا باخد اليوسفي أشيل الأبيض اللي فيه وأشقه من ورا، أطلع البذر منه وأخليه. عندي الصوص بقى، كوباية من عصير اليوسفي، عليها نص كوباية من السكر، 3 معالق كبار من الزبدة، وفانيليا. دول كلهم فوق بعض بحطهم وعلى النار وبسيبهم يغلوا مع بعض. هوري حضراتكم شكله بقى عامل ازاي. فاكرين زي الصوص اللي عملناه لكيكه البرتقال؟ طيب هسيبها شويه عشان حضرتك حبيت تصوره، ونرجع تاني لمقادير الكيك بعد اذنكم. مش الصوص كاس يعني، نرجع كمان مقادير الكيك مش الصوص عشان اصدقائنا لو حابين. تمام. نعم عايزين قولوا لي يا ولاد، معلش مدام احلام، اهلا وسهلا حبيبتي مدام احلام. كل سنه وانت طيبه يا حبيبه قلبي، وحضرتك بالف صحه وسلامه. ربنا يكرمك كده ويجعله عيد سعيد عليكي وسنه حلوه وهابي هابي نيو يير يا روحي، وعلى حضرتك واسرتك وكل اللي سامعين يا رب العالمين، وعلى اولادك وعلى الكاست وانا بعز يعني شمس في وفاه والدتها. اشكرك يا فندم واشكر ذوقك ونعمه بالله يا فندم، ربنا يرحمها ويجعل مسوها الجنه هي وكل من توفوا يا رب. يا رب يا رب يا حبيبتي. بقولك يا مدام عظيم، اتفضلي. انا دلوقتي يا حبيبتي بعمل دايت وعايزاكي تقولي لي على اسماك خفيفه اعملها من غير زيت ولا الحاجات التقيله دي. حاضر. يعني حاجه على البخار او حاجه مثلا في الفرن. حاضر. اصناف زي الفيليه كده والتونه. حاضر. احنا لسه كنا عاملين صنف ننزلهولك، القشر البياض عملناه شرايح في الفرن بالخضار ورشه معلقه واحده زيت زيتون ودخل الفرن. طب يا حبيبتي اديني نزلك يعني مقاديره حالا دلوقتي عشان ما لحقتوش. معلش. من عينيا مدام احلام، ميرسي على ذوقك يا مدام عظيم. اتفضلي يا فندم، نورتيني وشرفتيني يا فندم. طيب احنا بقى يا ولاد دلوقتي انا سايبه اهو بس السحلب دخل على سوا، يعني هيبقى داخل على سوا اهو. هنبدا بقى نجهز المقادير وشوف الوصفه بعد اذنكم لمدام احلام. بعد اذنك يا ايه، هاخد بقى البوله دي. طيب احنا هنعمل ايه؟ شرايح السمك، هجيب اي نوع سمك سواء بولتي او قشر بياضي مدام احلام اللي موجوده ومتوفره عند حضرتك. هنعمل ايه فيه بقى؟ هناخد الشرايح الحلوه دي، انا هتبلها بمعلقه ثوم مفروم، عليها رشه ملح ورشه كمون ورشه من عصير من الخل، خلاص نص معلقه، وعصير الليمون. لو عايزه تحطي نص فلفلايه مفرومه، بحب اتبله الاول هو كده كلحم واحطه في الطبق واسيبه في جنب، واخد بقى البايركس احط فيه جزر وبصل وكرفس، لو عندي كرات اوكي، يحل محل الكرات البصل الاخضر. ممكن تحطي نوعين البصل، كتري الخضار وكلي منه، كل ما ينزل من تحت السمك ياخد منه كلي، مفيد جدا. عايزه تحطي شويه فلفل الوان اوكي، مش عايزه بلاش. حطيت بس فلفل حامي، لو مش محبوب الحامي حطيه بارد، ممكن يبقى فلفل رومي. وهنحط بقى ثوم مفروم، وهنحط معاه برده ملح وكمون، هنحط عصير من الليمون وشرايح ليمون، وهنحط معاه طماطميه متقطعه مكعبات صغيره جدا، ولو عندنا كمان كزبره معلقه صغيره من الكزبره الجافه. وهبدا احط رشه من الملح ورشه من زيت الزيتون، واقلب الخضار كله مع بعض وياخد من طعم بعض، واخد شرايح السمك افرشها فوق ده وشويه من الخضار دي كده رشه خفيفه من فوق، معاهم الايه؟ رشه زيت زيتون، واغلف بالفويل وادخله الفرن. هسيبه في الفرن ياخد له من حوالي 19 دقيقه 20 دقيقه 25 على حسب درجه حراره الفرن، 180 وسط يعني، مفيش مشكله كده. اتسحلب خلاص يا اولاد الحمد لله. بصوا القوام. هبدا بقى اشيل من عليه الفويل قبل السوا بحاجه بسيطه، ما تسيبيهوش يستوي للاخر يا مدام احلام، لان كل ما تسيبيه نص سوا ويستوي على البخار جوه بعد ما يبرد ويبدا يهدى بيستوي كامل تسويته، وتاكليه منتهى يعني هيلثي جدا جدا، بدل ما نسيبه يستوي كله واسيبه كمان بعض البخار فتحسي ان السمكه، لان هو بيبقى رقيق بيتفل معاكي ومش طري وجوسي والسمكه طريه تحت بقك كده. أوي. طيب انا هصب السحلب وهبدا نرجع لحضراتكم طبعا بعد الفاصل ده. معايا ضيفتي اللي هتبقى منوراني في الاستوديو، امنيه طاهر، معانا الجديد من اورا انتظرونا. كل اصدقائنا لسه اول مره يتابعونا، تابعونا النهارده ان شاء الله هيبقى في حاجات جميله هتعجب حضراتكم جدا. ده السحلب اللي بالشوكولاته، انا هجمله لحد ما حضراتكم تيجوا هتشوفوه. ونزلنا مقادير كيكه اليوسفي. انا كل اللي هعمله ان هي زي الكيك العادي، هخلط معاها الزبده والسكر والعصير وبعدين الفانيليا، وبعدين هضيف عليها الدقيق مع البيكنج باودر، وهقلبها ككيك عادي جدا. بس كل الفكره ان احط فيها شويه شرايح
من اليوسفي جوه الكيك زي كيك البرتقال بالظبط، وهطلعها برده حاجه تشوفوها. بس الفكره في الصوص، انا قللت جوه نسبه السكر نص كوبايه علشان يبقى العصير فيه سكر، فما يبقاش جوه سكر كتير وبره سكر كتير. طيب هنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل في استقبال ضيفتي الموجوده معايا أمنية طاهر خبيره التجميل، ومعانا منتجات الجديده من اورا. انتظروني مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل، وجت نورتني الجميله اللي انا يعني بقالي فتره ما شفتهاش أمنية طاهر، منوراني النهارده يمين حبيبه قلبي. عامله ايه؟ وعارفه ان انت غبتي غيبه طويله عشان انت جايبه لنا مفاجات حلوه النهارده. اكيد صح؟ اكيد. طيب انا في البدايه طبعا كلنا عارفين السكرابات، بس الفرق بقى ان ايه؟ كل الناس اللي حبايبنا بيحبوا الشوكولاته يعني ممكن ما ناكلهاش، بس ممكن نستخدمها في سكراب وتدينا يعني نقاء، وحاجه البشره بتاعتنا تختلف جدا. لكن في البدايه عندنا ارقام اورا نازله معانا على الشاشه، هينزل كمان دلوقتي الفروع الجديده، وعندنا فرع جديد افتتح في المعادي. مبروك طبعا يا أمنية، بالتوفيق دايما حبيبتي، من نجاح لنجاح. هتكلمينا عنه أكيد. وهننزل برضو افتتاحات الفرع عشان الناس تشوفها. لكن خلينا في البدايه نبدا بقى ايه، قولي لنا الاول هتكلمينا عن ايه النهارده؟ هو طبعا مفاجآت اورا ما بتخلصش. أيوة. كل مره بمفاجآت اقوى، بس المره دي احنا مفاجآتنا كانت قويه جدا عن المرات اللي فاتت. الحمد لله طلعنا منتجات حلوه جدا، بس النهارده حابه ان انا اتكلم عن السكرابات علشان هي اكتر اسئله جات لي عليها، مشاكل الشتاء والحاجات دي ازاي نقدر نحلها بجسمنا وبشرتنا، فهي حلها في السكرابات. طبعا قبل ما اقول ايه هو انواع سكرابات اورا، هنتكلم عن ايه هو السكراب وازاي يعني ايه فايده السكراب ده للبشره. السكراب هو الغسول او الحاجه اللي انا بغسل بيها جسمي او بشرتي، بس بيكون فيها حبيبات سواء خشنه او ناعمه بتدخل في المسام وبتنظف الجلد كويس جدا. كويس. ده تعريف ان عامه كده سكراب، لان في ناس مش عارفه يعني ايه سكراب، اللي هو صنفره البشره. طب فوائده ايه؟ السكرابات دي بتفيدني بايه؟ اولا بتفتح البشره جدا، بتشيل خلايا الجلد الميت زي ما بشرتنا وشنا في الشارع ممكن ياخد تراب، ممكن الميك اب يبهدل المسام يخلي شكلنا يكبر بسرعه، عشان لو احنا مش مهتمين بالجلد عموما جلد جسمنا نفس الكلام، لو احنا مش بنهتم بيه لان العرق كل المشاكل الجويه دي ممكن تاثر على تملى المسام، فتبتدي تطلع حبوب، تبتدي تعمل تجاعيد، تبتدي شكل الجسم يبقى بشرتنا سمرة مش حلوه. فلازم ننظف الجسم زي ما بننظف بشرتنا بالظبط، بيشيل السيلولايت، بيشيل القشره، الناس اللي عندها في بشرتها بتبقى في قشره من الشتاء زي شعرنا كده، دي بتروح بس تماما. بس على الجسم كله عادي يا أمنية؟ في حاجات بقى انا هقولها، في سكراب للبشره للوش بس، في سكراب للجسم، في سكراب بشره ووش، يعني انا ممكن استخدم سكراب الوش للجسم، لكن ما ينفعش ان استخدم سكراب الجسم للوش، ما ينفعش. اكيد حبيباته اقوى يعني. طيب احنا بنستخدمه بتظهر نتيجته بعد قد ايه بقى؟ قول لنا وكل قد ايه نستخدمه؟ سكرابات اورا من اول مره. حلو ده. ده يعني بص كلمه مني انا بقى. هو ده جديد بجد معانا. لا بجد حاجة. من اول مره، يعني حتى في بنات بتشتكي من الشعر اللي تحت الجلد، شكل رجليها عارفه جلد الوزه والحاجات دي مشكله كبيره جدا عند معظم البنات. ده بيختفي تماما مع سكرابات اورا. هتقول لنا الانواع؟ هقول لك طبعا الانواع. احنا معانا النهارده ثلاث انواع سكرابات اورا، ثلاث حاجات مختلفه. اول حاجه هتكلم عنها سكراب الوش. سكراب الوش ده عباره عن قهوه بالشوكولاته. طبعا فوائد القهوه معروفه، ممكن ندوق بقى واحنا بنعمل السكراب ده. ممكن يعني ممكن احط معلقه واشرب يعني في قهوه واشربها. ده سكراب قهوه بالشوكولاته. طبعا فوائد القهوه معروفه ان هي مضادات الاكسده القويه جدا، واحنا محتاجين مع العوامل الجويه والحاجات بتاعت بشرتنا دي ان احنا لازم يكون في ماسك مضادات اكسده اسبوعيا مره على الاقل نعمله. لكن السكراب ده يوميا، احنا ده حبيبات ناعمه. هو ايه الفرق بين حبيبات ناعمه والحبيبات الخشنه برضو؟ عشان دي حاجه مهمه، وفي سؤال دايما بيجي لي هو السكراب غلط ان انا اعمله كل يوم؟ كل يوم صح. لا، في فرق ما بين سكراب بالحبيبات الناعمه اللي هو بينظف المسام يوميا، ده لازم تعمليه، وخصوصا اصحاب بنات اللي عندهم بشره دهنيه لان ده اللي بيطلع حبوب. وفي فرق ما بين سكراب بالحبيبات الخشنه اللي احنا بنعمله مره واحده في الاسبوع، ده ما ينفعش ان هو يكون كتير يتكرر. يعني ده حاجه وده ده حاجه. اللي انا عاملاه النهارده ده القهوه والشوكولاته ده ناعمه، ده ناعمه ده لكل يوم عشان ننظف بيه المسام. لو حد بشرته جافه ممكن ثلاث مرات في الاسبوع. كويس. مثلا يوم ويوم، لكن البشره دهنيه لازم تكون كل يوم لانه هيقلل. ممكن نلفه شويه بعد اذنك يا أمنية عشان الناس تشوفه. وعايزين نعرف برضو حاجه، الفكره ان احنا لما بنستخدمه يوميا
معلش عشان ده سؤال برضو استوقفني، احنا هنستخدمه كل يوم، بعد السكراب مش عادة بيبقى في حاجة تقفل المسام؟ تمام، انا هقول ده كله طبعا اكيد. تمام كده، احنا هنستخدمه بصفة ما، بننظف بيه بشرتنا قبل ما نحط كريم. لو انا مسام بشرتي مش متنظفة وحطيت كريمات بشرتي مش هستفاد بيها، حطيت زيوت قوية جدا للبشرة عشان تعالج بشرتي مش هتستفاد بيها. انا الحقيقة عاملة سكراب اورا باودر وبطلع معاه الزيت، مش عامله السكراب بالزيت بتاع الوش، مش عاملاه عليه الزيوت، لان بتفرق من بشره لبشره في الزيوت. اوكي، على حسب الطلب. طبعا كويس. في واحده ممكن تبقى عندها بقع غامقه في بشرتها فهتقولي ان انا عايزه افتح بشرتي، هديها السكراب وهديها معاه زيت الليمون. اوكي تمام، هو من اكتر الحاجات اللي بتفتح هو زيت الليمون. أوكي. من اكتر الحاجات اللي بتفتح. طيب واحده بشرتها جافه جدا، عندها على طول جفاف مهما عملت وقشر ابيض مثلا، وقشر ابيض، هتستخدم معاه زيت جوز الهند، لان أوكي. زيت جوز الهند تقيل جدا من الزيوت القويه اللي بتمسك في البشره، فهي ما تغسل بشرتها هتلاقي نعمل. حصل توازن ما بين الجفاف وما بين الزيوت اللي هي حطاها. طيب عندي تجاعيد وعندي مشكله قويه جدا في التجاعيد وفيما فوق كمان 50 سنه، بستخدم معاه زيت القرف. طب خلينا بقى معانا تليفون مدام سميرة. طبعا. عشان مدام سميرة حبيبتي، وانا مدام سميرة حبيبتنا، اهلا وسهلا يا حبيبتي. حبيبتي انا جبني السكراب بتاع التفتيح لان انا عندي بقعه اهو عند وقتي اهو. يا نهار ابيض، ده احنا نبعته لحد البيت. حبيبتي بتقولي ايه؟ حبيبتي اوكي. امنيه الدكتورة، هو بحييكي طبعا وبحيي المنتجات. أنا عايزة بقى السكراب ده. خلاص من عينيا، هي بس تتصل على الأرقام موجودة على نزل الأرقام لحضرتك حالا مدام سميرة، على تواصل على البيج وحضرتك هي معانا على الهوا اهي، والتوصيل بيكون لحد البيت. التوصيل لحد البيت على حسب المكان اللي حضرتك فيه، ما تقلقيش أبدا. طيب خلاص، أنا عايزة اللي هو بتاع التفتيح. شرفتينا. خلاص شرفتينا يا مدام سميرة حبيبتي والله. اتفضلي يا فندم. نرجع تاني. مدام سميرة زي ما قلت لك كده عندها بقع غامقة أو عايزة تفتيح، فاحنا بنستخدم معاه زيت ليمون أو زيت لوز حلو. لكن زيت الليمون بينظف جدا، يعني أنت بتغسلي بشرتك تحسي في فرق من أول مرة عملتيه فيها. زيت جوز الهند قلنا لو بشرة جافة جدا، لو عندها قشرة في بشرتها هتلاقي كل ده اختفى مع زيت جوز الهند، وهيفضل بشرتها محتفظة بال يعني رطب. أيوة. رطبة فيها نسبة ترطيب حلوة. طيب بشرتي دهنية بقى واستخدمت زيت جوز الهند، ده علشان كده احنا مش عاملين التركيبة على بعضها، عليها بعضها، هتستخدم جوز الهند تلاقي بشرتها فيها دهون زيادة فهتبتدي يطلع لها حبوب أكتر، فبتدي تقول لا أن الماسك مش حلو، فما ينفعش أن أنا لازم أعرف نوع بشرتي الأول. أنا عندي احنا عندنا جدا. كمان الكول سنتر بنات متخصصين بيعرفوا نوع بشرتك إيه وهم يقدروا يقولوا لك يبلغوا بالأوردر. كويس. ده بالنسبة للسكراب القهوة. بالنسبة لحاجة تانية معانا بقى من سكرابات أورا، يعني بصي مش قادره اقول لك، انا بقى سمعت ان في سر خطير. السر كبير ولا هيطلع دلوقتي؟ ايوه. سكرابات ملح البحر، معروف طبعا ملح البحر من الحاجات القويه قوي في تنظيف مسام البشره، في شد الجلد، في علاج السيلولايت. احنا حتى لما بنروح البحر وتنزلي البحر وتلاقي رمله البحر بتعملي بيها طبعا جدا طبعا جسمك بيلمع ويشد المايه، تلاقي بشرتك نظيفه جدا مع املاح البحر. فاحنا عاملين سكرابات اورا من املاح البحر ولكن بروايح مختلفه. عندنا هسألك الفين كده بإيه بقى؟ قولنا ده بالجم، ده عيش ايه؟ لا ده بالستروبري، ده فراوله، ده بالفراوله. وده في بقى الفانيليا. فانيليا اوكي، يعني بيدي روايح حلو. طب ده يتحط بقى في الباث، يعني حطه بقى في البانيو وكده عشان طبعا عشانه قوي فراوله جدا. حلقه شقيه النهارده. شقيه والواناتها جريئه. جريئه جدا. ده الملح البحر اللي هو بيتحط. طب قول لنا بقى السكراب ده بنحطه ازاي ونستخدمه ازاي؟ هقول لهم دلوقتي ازاي نستخدمه، بس هكمل بقيه الانواع. وريني بقى الاصفر ده بالايه؟ ده الجم، ده بقى يعني عشقي. شوف ده. في بقى الاسفر ده بالاناناس. الاناناس اوكي، ده دي مروقانه خالص. كل حاجه. بصي عشان ما حدش يبقى نفسه في حاجه. ده بالجم اللي باللبان، ده بالزهور البريه ريحه البحر. ده ايه؟ ده بالجم. اوكي. باللبان. ده الزهور البريه، ده زهور البحر جدا يعني. اوكي حلو قوي. ده انا نسيت. بالزهور اللافندر. اللافندر حلو، ما هو لونه باين لافندر. طيب انتوا كده شايفينه، بعد اذنكم عايزيني اظبط لكم حاجه. تمام شايفينه كويس؟ اوكي تمام. السكراب ده عباره عن ملح بحر، احنا ضايفين له فيتامين كمان مفيده جدا للبشره، فيتامين اي، جليسرين. الفيتامينات اللي هي احنا البشره محتاجاها ان احنا ناخدها بصفه يوميه. ده فيهم كلهم؟ ده فيهم كلهم، يعني كلهم واختلاف نفس الروائح. كلهم نفس الماده الخام. أوكي. لكن بس اختلاف الروائح. ده بنستخدمه حسب الشاور، هو خشن طبعا ما ينفعش انا استخدمه لبشرتي وشي خالص. لا طبعا ده للجسم بس.
بنستخدمه وانت بتاخدي الشاور بتاعك، بتبلي جسمك وبعدين تبتدي تاخديه على الليفه، ممكن على الليفه يعني احطه على جسمي، او بعدين ابتدي اعمله بالليفه بتاعتي اللي هي الطبيعيه، او الليفه المغربيه اللي هي الخشنه شويه، او لوحده او بايديا لوحده، هيدي نتيجه برده قويه جدا. نستخدمه مفيش مشكله حسب ما انت بتاخدي الشاور، لو يوم ويوم او مرتين في الاسبوع مثلا، يعني مرتين لثلاثه في الاسبوع. اوكي. بعد ما بنخلص بنحط بقى الزيت، بتبقى مسام بشرتك مفتوحه تتقبل اي نوع زيت، انت عندك تجاعيد في جسمك او عندك سيلولايت حطي زيت قرفة هتتقبل، تلاقي بشرتك بتتقبل الزيت اكتر من انت مسام بتاعتك مقفوله. طبعا انا خلاص يعني حطي زيت ورد كمان، ريحته بتفضل في الجسم حوالي 24 ساعه. حلو ده، ريحه بقى اللي انت مختارها، الروائح الحلوه دي. معانا بقى برده اللي هي حاجه كمان، دي خاصه بشركه اورا، يعني دي مش موجوده، خلطه التفتيح دي. دي هي بشره وجسم، احنا عاملينها بشره وجسم للاثنين مع بعض. حلو. الاثنين انت عارفه عظيمه طبعا، اي عروسه او اي بنت كل فتره ممكن نرفعها بقى كده ونفتحها بعد اذنك. معلش افتحيها يا امنيه، خلي الناس تشوف دي. هاتي افتحها لك. تمام. جوه الحبيبات ناعمه، اتفقنا؟ لا هي بودره، هي بودره ناعمه جدا، ما فيهاش حبيبات خشنه خالص. هي اوريدي لما بتنشف على البشره، لما بتنشف على البشره بتبقى الحبيبات الناعمه اللي فيها دي بتحاول تبقى خشنه، فانت بتعملي بيها سكراب بار. اوكي. الاثنين مع بعض، هو بيفتح جدا. احنا مسمينا خلطه تفتيح خاصه باورا. حلو ده. هي عباره عن اعشاب طبيعيه كلها، يعني ما فيهاش حاجه تقلق خالص. احنا كل منتجاتكم عايزين ناكد على كل اصدقائنا اول مره يشاهدونا، يا جماعه منتجات اورا طبيعيه 100% كلها، وحاصله على تصريح من وزاره الصحه، والمصانع اللي احنا بنصنع فيها حاصله على الايزو. فاحنا منتجاتنا طبيه 100%. لا انا متاكده من ده الحمد لله، بس انا باكد على مشاهدينا عشان لو أكيد. لسه حد من اصدقائنا منضمين لينا جديد ولسه اول مره يلتقي بمنتجات بصي أورا. هو عباره عن باودر ناعم جدا، هو للوش، بيفتح البشره قوي، بيشد التجاعيد جدا. انت اول ما بتحطيه بتلاقيه شد قوي، وشك مشدود لما ابتدي ينشف. احنا بنحطه قد ايه؟ هنحطه ازاي بقى؟ احنا بنخلطه مع ميه ورد. ميه ورد. اوكي. وليمون. وليمون بس الليمون بيكون حسب بشرتي، لو انا بشرتي حساسه احط عصره ليمون بسيطه. نقطة. ممكن ما احطش خالص. ممكن خالص لو انا من الناس اللي بشرتي بتبقى بتلتهب حساسه جدا مع الليمون، بلاش خالص. اوكي. احط زيت ميه ورد واحط عليها نص ليمونه او ليمونه حسب تقبل بشرتي انا. كويس. الجسم برده غير البشره. طب قد ايه من ميه الورد تقريبا لحد، يعني انت لو هتحطي مثلا معلقه، بتحطي عليها مثلا معلقه صغيره من الميه ورد او معلقتين، يبقى قوامه تخين شويه، كريمي. يبقى كريمي لما توزعيه على جسمك، يمسك في الجسم او يمسك في البشره. اوكي. بتخلطيه كويس جدا وتحطيه على البشره، تسيبيه نص ساعه يبتدي ينشف. هتلاقيه نشف قوي، مش هتعرفي تفركيه. هتبليه لازم ميه، ابل ايدي ميه وبعدين ابدا اخد بشكل ده. ابتدي اعمل بحركه دائريه مساج للبشره. ونفس الكلام الجسم. انا قلت لك العرايس اللي بتبقى عايزه تعمل حمامات مغربي وتفتح جسمها، فتح جدا المناطق الغامقه، وبتروح تعمل ده في السنتر بره بارقام. انت هتعمليها في البيت، هي دي الخلطه احنا عملناها في البيت، عباره عن عشان كويسه يا امنيه. اهم حاجه عشان بس حبايبنا يقولوا بصي كل السكرابات معانا 500 جرام. كويس. فهم بقى لما يتصلوا بالكول سنتر هيتفاجئوا بالسعر. طيب خلاص. انا مكبراها لان انت اوريدي جسمك بيحتاج كميه كبيره، والسكرابات دي احنا بنستهلكها بسرعه جدا. طبعا. فبالتالي انا عشان كده عاملاها كبيره، وفي نفس الوقت سعرها رخيص قوي. طيب ممكن نعرض بس الصفحه بتاعت اورا عشان حبايبنا واصدقائنا لو حابين يدخلوا من خلال الصفحه يشوفوا كل منتجات اورا. لسه متابعينا اول حلقه، دي الصفحه الوحيده الخاصه بمنتجات اورا. وكمان عايزين نقول ان دي مش اول منتجات خاصه باورا، احنا كان في حاجات كتيره ليهم باع طويل معانا، في مفاجات لسه جايه. هتنزلوا حاجات مفاجات حلوه على راس السنه والكريسماس ولا لا؟ جدا. عشان ايه حبايبنا بقى واصدقائنا واخواتنا وكده ويبقوا معانا جدا على اللاين. دي الصفحه الوحيده الاورا، هنزل تاني ارقام التليفونات طبعا، هي صفحتهم وكل الحاجه بقى الخاصه دي ارقام تليفوناتهم، وفي كمان تويتر وعلى الفيسبوك وواتساب وكل الحاجات دي تقدروا تتواصلوا. وفي الفروع طبعا، فرع قول لنا بقى الفرع الجديد. فرع زهراء المعادي ده دلوقتي مفتوح. أوكي. فرع حلوان ان شاء الله هيفتح على اخر الاسبوع. طيب قول لنا الفرع اللي افتتح. وفي فروع ثانيه اكيد. فرع اللي اتفتح فرع زهراء المعادي. أوكي. شارع الزهراء الرئيسي جنب سوبر ماركت الزهراء. اوكي. عماره 8 بيوتي سنتر اور قدام مدرسه المناره. اوكي تمام جدا. دي صور من الفرع، احنا شفنا الصوره اللي فاتت. اوكي دي صور من الفرع بتاعكم. موفقين دايما والله يا امنيه بجد حقيقي. ميرسي يا عزيزي. طيب كمل لنا بقى، خلاص هنعمل بميه بشكل دائري ويتشطف.
وتغسله بميه إيه؟ فتره يعني. دايما لما نعمل سكرابات للجسم او للبشره بلاش في الشتاء قوي نغسل بميه سخنه على قد ما نقدر نخلي الميه فتره. انا عارفه ان دي بتبقى رخمه شويه في الشتاء بس نحاول ان اخر غسله تكون ميه فتره وبعدها اقفل بتلج. انت سالتيني على المسام المفتوحه المسام. انا عايزه السكرابات بتفتح المسام، ميه ساقعه بتقفل المسام طبعا. السكرابات الجسم اكيد انا مش هحط ميه ساقعه على جسمي كله هيبقى صعب جدا، بس انا ممكن استخدم ميه ورد، ممكن اعمل سبراي ميه ورد على القطنه وارشها على جسمي كلها وارشها على جسمي كلها تقفل مسام. البشره بحط ميه ورد تلج ممكن مكعبات تلج يا جماعه البشره كده داير على فكره المكعبات دي قبل الميك اب قولي لهم بقى بتعمل دي حلوه جدا اكيد خليكي تستقبلي الميك اب. الناس اللي الميك اب بيسيح وبيدي لمعه بيقعد وقت اطول يعني. بصي عايزه اقول لك ان السكرابات اللي هتعمل سكراب كل يوم بالشكل اللي احنا بنقول عليه ده اللي بالكافي والشوكولاته الشوكليت ده هتحس بفرق ان بشرتها ابتدت تتشد، خدودها مشدوده بتفرق جدا. الحبوب اللي هي الصغيره اللي هي اللي هي ما بتوجعناش شويه ملهاش بس هي بتطلع كده، دي بتبقى كلها بسبب الزيوت اللي بتطلع في المسام كده بتختفي تماما. هتلاقي وكمان عايزه اقول لك حاجه عظيمه للشفايف يعني الشفايف بيبقى فيها قشره في مكان عندها الروج اكتر من مره بيتغير الجلد طبيعي. اللون لو احنا ما اهتمناش بشفايف هتلاقي جلدها ما بقاش مشدود شكلها مش حلو، كمان لونها بتغير مع الوقت بابيل كده. السكرابات دي بتفرق جدا في ان انا تخلي لون شفايفك شكلها وردي مشدوده وبشرتك بتلمع، فده مهم جدا ان احنا نعمله بصفه مستمره. اتمنى ان هم يجربوها طبعا يا رب ان شاء الله. ده اكيد احنا جالنا اهو اول طلب على الهواء. وعايزه اقول لك كمان كفايه ان احنا بقينا يعني موجود دلوقتي ان انا اقدر استخدم منتجات التجميل اللي احنا كنا بنشتريها بس كلها طبيعيه. طبعا ده في حد ذاته انجاز طبعا يا جماعه. والله انا يعني انا عارفه انا ليه انا محترمه جدا البرودكتس بتاعكم بجد، لانه انا شخصيا واحده من الناس انا صعب جدا اتعامل مع اي برودكت وحتى في براندات، بس اقول لكم بصراحه في تعاملات في براندات عاليه جدا والله ما ليهاش قيمه حقيقي والله زي يقولوا ايه عقده الخواجه، بس أيوة في حاجات تانية حقيقي ما لهاش علاقه لازم نجرب. انا ما اقدرش احكم على منتج غير لما اجربه. لا وكفايه ان احنا منتجات اورا منتجات مصريه 100% مصريه طبعا. تحيا مصر يا جماعه والله تحيا مصر 100 مره ومنتجات مصر. النهارده هي موجوده في معرض في تركيا، ما احنا ان شاء الله هنزل لهم صور قريب. هي موجوده في معرض كبير في تركيا علشان هي جودة عالية جدا وبرودكت مصرية 100% طبيعية ومفيدة قوي للبشرة، وكل اللي جربها يعني مش قادرة أقولك الحمد لله قد إيه فيدباك حلوة جدا من الناس، فدي حاجة تشرف لينا احنا كلنا كمصريين. اتمنى ان احنا كلنا اي حد عنده برودكت مصرية يدي يعني يعمل فيها احسن حاجة بالظبط، بدل ما نجيب من بره ونقعد نقول مش عارف ايه. احنا عندنا حاجات كويسة جدا يا جماعة والله. وبعدين كمان الحاجات المنتجات اللي فيها كيميكالز كتير زي ما تضر الشعر زي ما تضر البشرة، احنا مش بس عايزين نحافظ على المناطق اللي ظاهرة للناس، لا احنا بنتكلم على جسمك كله. ما حدش بيشوفها، انا اللي بشوفها انت بتشوفيها جوزك بيشوفها طبعا. العروسة اللي بتبقى انت بتبقي مهملة في جسمها كله، تيجي قبل الفرح تبقى عايزه تلحق نفسها في وقت قليل. من وانت بنت هتلاقي نفسك رول في حياتك طبعا وهترتاح اكيد بعد هتلاقي كده نفسها حتى لما سنها يكبر هتلاقي نفسها لسه شكلها حلو لسه شكلها صغير. يعني يقولي هتفضلي اقول لهم والله هبقى كده وبيساندوني واروح اعمل باديكير ومانيكير يعني اعمل ايه طيب اهو. لازم طبيعي الاهتمام والجمال ده حاجه حلوه طبعا. فهي كلها سكرابات فيها فيتامين مفيده للبشره طبيعيه 100% مش هتضر البشره نهائي، هتعجبهم جدا ان شاء الله. طيب احنا استعرضنا الكريمات كلها يا اولاد عشان بس نبقى يعني كل اصدقائنا شافوها برضو عن قرب على الشاشه كل السكرابات اللي موجوده معانا النهارده واحد واحد كده. قولي لنا برضو امنيه معلش عقبي فراوله ايوه وده ايه فراوله برضو وده اللي قلنا عليه ايوه يعني اي حد نفسه في ريحه معينه بيحبها ده خلطه التفتيح من اورا ده لبان ده اللي بالجامعة اللبان زهور البرية الأناناس برضو ده يعني عايزة أقولك إن هم روايحهم كلهم تحفة بجد ريحتهم نفاذة جدا عشان تفضل في جسمك. ويمكن برضو من دي الحاجات ناس تيجي تاخد منها البرودكت بتقول بجد ريحته تفضل ثابته، لان انا بحب اشتري حاجات تفضل ريحتها ثابته في جسمي. صح لا بتغنينا عن البراندات. ما هي البراندات بتطلب علينا خلي بالك. بصي هم اول ما يجربوا لا هم هياخدوا لوحدهم مش محتاجين. لا انا متاكده وواثقه والله امنيه جدا بجد وسعيده جدا بان انت غبتي بس جبت لنا حاجات حلوه حاجات جميله، فكرتي في كل البشرات وفكرتي ازاي تفيدي الناس من غير ما تفرضي علينا منتج معين ومن غير ما كمان يبقى انا يعني ايه انت خاطبتي كل حد حابب الحاجه اللي طالبها وايه اللي تناسبه.
فدي حاجة جميلة جدا بجد، بشكرك عليه. الحمد لله الحاجة تعجبهم. آه في حاجات جديدة هتنزل، احنا اتفقنا مش هنتكلم عنها دلوقتي. مش هنتكلم عنها النهاردة عشان الحلقة وقت الحلقة. أوكي. في طبعا مجموعة شامبوهات من أورا. ايوه. عايزة أقول لك إن الشامبو ده لا يجنن يعني. اوكي. خلاص مش هنحرق بقى، خلينا في الحلقة الجاية عشان يبقى في يعني سسبنس كده. مشاهدينا الكرام يا رب تكون النهاردة الحلقة عجبت حضراتكم. يعني كل أصدقائنا لسه عارفين بمنتجات أورا، يا ريت حضرتك تدخلوا على الصفحة بتاعتهم وشوفوا دي صفحتهم الوحيدة، تواصلوا من خلال التليفونات بتاعتهم واعرفوا اي حاجه عن المنتجات، اسالوا عن الاسعار، بلغوني، بحب اعرف جدا الكومنت بتاعتكم. بشكر ضيفتي اللي كانت منوراني النهارده وكانت وحشاني بقى لها كام مره كده كانت، بس هم الحمد لله كانوا بيعملوا حاجات مفيده فربنا معاهم. ان منورتني امنيه طاهر، بشكرك يا امنيه بجد نورتيني. ميرسي. واشوفك بجد من نجاح لنجاح وبالتوفيق دايما ان شاء الله. ميرسي. مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا، تحياتي واشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم.